هاي، ازيكم يا اصحابي؟ انا بيرو، هكلمكم النهاردة عن اسباب وعلاج البثور السوداء بالوجه. يلا تعالوا معايا. الو، ايوه يا بيرو. الو، ايوه يا رنا، ايه اخبارك؟ جهزتي نفسك زي ما اتفقنا عشان ننزل نجيب شوية حاجات؟ ايوه يا بيرو، انا مش هقدر انزل النهارده من البيت. ليه يا رنا بس؟ هو ايه اللي حصل؟ احنا مش كنا متفقين؟ انا محروجة انزل عشان البثور السوداء اللي في بشرتي، وعلشاني لما بتعرض الشمس بتأذي بشرتي وبتظهر الحبوب. قولي لي اعمل ايه يا بيرو. بصي يا رنا، التعرض لأشعة الشمس ليه آثار إيجابية وآثار سلبية على الجسم والبشرة. وإيه هي الآثار الإيجابية يا بيرو؟ الآثار الإيجابية للتعرض لنور الشمس بس باعتدال بيفيد أجسامنا. طبعا هو مصدر مهم لفيتامين د، وضروري للقيام لتكوين العظام وتحسين الحالة المزاجية إلى الأفضل، وقدرة أجسامنا على إفراز هرمون السعادة. وأثبتت الدراسات إن عدم التعرض لأشعة الشمس بيؤدي للإصابة باضطراب عاطفي موسمي اللي بيسبب الشعور بالكآبة، ولكن التعرض لكثرة لأشعة الشمس بيضر أي بشرة أي كان نوعها أو حالتها، وخاصة من الظهيرة إلى 3 مساء. وخليكي معايا يا رنا، أنا هقولك على حبة معلومات موجودين عندي على الكمبيوتر. طب قولي لي يا بيرو أضرارها على البشرة. وطبعا التعرض لأشعة الشمس بكثرة بيحدث أضرار للبشرة، وخاصة البشرة الدهنية والبشرة المختلطة، وهي ظهور البثور السوداء في الوجه نتيجة انسداد البصيلات الشعر، مما يؤدي لإصابة بالرؤوس السوداء. ومع تراكم البكتيريا في الوجه بتشكل بثور أو حبوب، مما يؤدي إلى احمرار أو التهاب. كيف تتكون البثور السوداء؟ هقولك بتتكون ازاي. بتحتوي جرابات الشعر على غدد دهنية بتقوم بإنتاج الزيت اللي بيساعد على الاحتفاظ بنعومة البشرة. وعندما تتجمع الخلايا الجلد الميتة وزيوتها في الفتحة ديت أو جراب الجلد، فإنها بتسبب فيه ظهور نتوءات باللون الأبيض وتسمى رؤوس بيضاء. وعندما تتعرض هذه النتوءات البيضاء للهواء بيتحول لونها للون الأسود، وتساعد بعض العوامل في زيادة فرصة الإصابة بالبثور السوداء. قولي لي يا بيرو على العوامل اللي بتساعد على فرصة الإصابة بالبثور السوداء. في أسباب كتير طبعا، ومنها إفراز الكثير من الدهون أسفل الجلد نتيجة لطبيعة البشرة الدهنية. 2، تراكم البكتيريا على البشرة بسبب عدم الاهتمام بتنظيفها. 3، تهيج بصيلات الشعر، وده علشان عندما تتخلصي من الجلد الميت بشكل منتظم، والإفراط في تقشير البشرة، قلة شرب المية، التعرض للتوتر والقلق الشديد. وكمان من أسبابها عدم تنظيف البشرة من مساحيق التجميل قبل النوم، وتناول كمية كبيرة من الأطعمة اللي بتحتوي على نسبة عالية من الدهون، والوجبات السريعة والشوكولا، وكمان حدوث تغيرات هرمونية في الجسم بسبب زيادة في إنتاج الدهون في مرحلة مختلفة من العمر، مثل مرحلة المراهقة أو أثناء الحيض أو أثناء تناول حبوب منع الحمل. وكمان تناول بعض الأدوية بتسبب في زيادة إنتاج الدهون وظهور البثور. والنظام الغذائي يمكن أن يساعد بعض المواد الغذائية في زيادة إفراز الدهون بالجسم، مثل منتجات الألبان والكربوهيدرات. طيب نعالج البثور إزاي؟ في طرق طبيعية
وطرق طبية لعلاج البثور. وما هي الطرق الطبية؟ الطرق الطبية زي تطبيق بعض المستحضرات الموضعية لعلاج البثور السوداء اللي بتقوم بقتل البكتيريا وتخفيف الدهون الزائدة، وفي كمان أداة لإزالة البثور، ودي بتستخدم الأداة دي بتساعد في التخلص من البثور السوداء، ولكن يجب أن تكون من خلال الدكتور المختص. وكمان التقشير الكيميائي، وبيساعد التقشير الكيميائي في إزالة انسداد المسام الجلد والتخلص من الخلايا الميتة اللي بتساهم في ظهور البثور السوداء. وفي طريقة عن طريق استخدام الليزك بيساعد في تقليل إنتاج الدهون وقتل البكتيريا المسببة للبثور. يا بيرو، قولي لي على الوصفات الطبيعية. هقولك على حبة وصفات أنا كنت محتفظة بيهم عندي على الكمبيوتر وبستعمله. ومن الوصفات الطبيعية لعلاج البثور البيكنج صودا والماء، والبيكنج صودا الطبي المخصص للبشرة، بيساعد على تحييد أي اختلال بدرجة الحموضة بالبشرة، وكمان بيعمل كمقشر لإزالة الخلايا الجلد الميتة والأوساخ والزيوت، ولا يستخدم البيكنج صودا على البشرة مباشرة، يتم مزجها بمعلقتين كبيرتين من الماء وتشكل عجينة، وبعد ذلك تطبق على المنطقة اللي بيها بثور وفردها بلطف، ثم شطفها بالماء، وينصح بالترطيب الوجه بعد تطبيق الوصفة، ولا تستخدم أكثر من 2 أسبوعيا، ويفضل أن يتجنبها أصحاب البشرة الحساسة. ووصفة قشور البرتقال والكركم، يطحن قشور البرتقال ثم يضيف رشة كركم ومعلقة صغيرة من حليب السائل حتى يتكون عجينة، ويوضع على البشرة ويترك لمدة 5 دقائق، ثم يغسل البشرة ويرطب. ومن الوصفات البسيطة والرائعة نشا الذرة والخل، بيقوم النشا على امتصاص الزيوت الزائدة، بينما بيساعد الخل في التخلص على تغيير اللون الناتج من البثور السوداء. بيتم مزج معلقة كبيرة من النشا الذرة وقليل من الخل حتى يشكل عجينة سميكة، وتطبق العجينة على المنطقة اللي بتحتوي عليها البثور، ويترك لمدة 15 لـ20 دقيقة، وثم يشطب بالماء الدافئ أو بمكعب ثلجي لغلق المسام. والحصول على أفضل نتائج ينصح بتطبيق هذه الوصفة 2 إلى 3 مرات أسبوعيا. ووصفة العسل والقرفة، للعسل فاعلية في إزالة البثور السوداء في الوقت نفسه، بيقوم بترطيب البشرة، وبينصح بوضع العسل على الوجه نظيف وجاف لمدة 20 دقيقة، ثم يشطف الوجه بالماء الدافئ. يمكن استخدام العسل على البشرة يوميا. ووصف الشوفان وماء الورد، ويطحن معلقتين من الشوفان ويوضع عليه ماء الورد ويمزج ويفرد ويترك 20 دقيقة، وبعدها يفرك بهدوء ويشطف بالماء. وقناع بياض البيض والعسل، وهي طريقة مثالية للتخلص من البثور السوداء. يمكن تطبيق الخليط في جميع أنحاء الوجه، ويترك المزيج على الوجه حتى يصبح مشدودا، ثم يشطب بالماء الدافئ. ويمكن استخدام زيت شجرة الشاي للتخلص من البثور في منطقة الأنف والذقن، وبيقوم على قتل البكتيريا. ويتوفر زيت شجرة الشاي في العديد من المنتجات مثل الصابون والكريمات، أو يمكن استخدام الزيت بحالته السائلة. ومن الممكن عمل غسول رائع وجميل للبشرة. هنجيب معلقة كبيرة من زيت الليمون مع معلقة من زيت اللوز وقليل من الجليسرين إلى أن يتكون لدينا غسول رائع، ويتم تطبيقه على البشرة مساء وصباحا، وحتى تزول الرؤوس السوداء، وكمان يعالج بقع البثور. ما هي طرق الوقاية من البثور السوداء؟ يوجد بعض النصائح والإرشادات للتفادي الإصابة بالبثور السوداء. أول حاجة غسيل الوجه بانتظام، يجب غسيل الوجه قبل الخلود للنوم
وبعد الاستيقاظ للتخلص من الزيوت المتراكمة اللي بتؤدي لانسداد المسام، ولكن لا ينصح بغسيل الوجه بكثرة لأن هذا بيسبب تهيج للجلد وجفاف البشرة ويزيد فرصة ظهور حب الشباب. وينصح باستخدام منظف لطيف على البشرة ويناسب البشرة حتي لا يصيبها بالإحمرار، كما تحتوي بعض المنتجات علي مكونات مضادة للبكتيريا ومطهرة للبشرة بتساعد في التخلص علي البكتيريا والأوساخ. تناول الأغذية الصحية، طبعا يجب الابتعاد عن الأطعمة اللي بتسيب زيادة إفراز الدهون بالجسم مثل الألبان والكربوهيدرات والأطعمة الدهنية بشكل عام. استخدام المستحضرات الخالية من الزيوت، يمكن لأي منتج يحتوي على زيوت أن يساهم في ظهور البثور السوداء، لذلك يفضل اختيار المنتجات الخالية من الزيوت السوداء ومستحضرات التجميل أو الكريمات ومستحضرات الواقية من الشمس. تجنب لمس الوجه بقدر المستطاع، تلمس إيدينا كل شيء حوالينا وهذا يعني أنها تقوم بها بكتيريا أوساخ. مع لمس الوجه بشكل متكرر تنتقل البكتيريا والأوساخ من الأيدي إلى البشرة ومنها إلى المسام المفتوحة فيها فبتسدها، وهنا تظهر البثور السوداء. هل يمكن التخلص من الرؤوس السوداء لا الأبعد؟ بكل أسف هي لا، ولكن يمكن على الأقل اتباع بعض العادات الصحية التي من شأنها بتساعد في تقليل ظهور البثور بقدر الإمكان. كيف التخلص من البثور السوداء في الوجه؟ من الإجراءات اللي لازم نتخذها للتخلص من البثور اتباع روتين صحي للعناية بالبشرة، ويتكون من غسل البشرة بغسول الوجه مناسب حسب نوعها، استخدام تونر بعد الغسول لسد المسام، استخدام مسلك أو ماء سلج، واستخدام مرطب مناسب لنوع البشرة لتقليل عملية إفراز البشرة الدهنية والزيوت بقدر المستطاع. يتم تقشير البشرة مرة أسبوعيا، استخدام ماسك ترطيب عميق مرة أسبوعيا. وأنا يا بيرو هقوم أعمل كل تعليماتك ونصائحك. وكده يا أصحابي نكون خلصنا، ويا رب تكونوا استفدتوا، وأشوفكم المرة الجاية في معلومة جديدة مع بيرو. باي.